السلام عليكم. هذه الدوره الاستثنائيه وهذه كثره الدوره كما طرحتي السؤال الاستثنائيه او العاديه هي ما كرهناش حنا تكون اكثر من هذه الدوره، العكس عندنا مشاريع في الميزانيه خصنا ننفذوها، وهذا جاء بمراسله ديال السيد الوالي مشكورا اننا هذا كتاب ديال السيد الوالي باش اننا نديروا هذا العقد وهذه الدوره الاستثنائيه، لان كاين برنامج في الميزانيه كاين باش هذاك كاين استحقاقات، اولا كاين اولا الدار البيضاء بصفه عامه، كاين واحد الكاس ديال افريقيا 2025 وكاين كاس العالم 2030 اللي خصنا نحضروا ليه بواحد الشكل نكونوا في مستوى تطلعات البيضاويين طبيعة الحال والمغرب بصفه عامه. بالنسبه للغلاء كتحكم فيه ماشي غير الجماعه الدار البيضاء، كاين متدخلين اخرين. حنا كنتمنوا حنا والبيضاء كنمثلوا الساكنه ديال الدار البيضاء، حنا بغينا ماشي بغينا الثمن تكون رخيصه في متناول جميع المواطنين. على رمضان كنعرفوا المستلزمات ديال سيدنا رمضان، وبغينا البيضاويين ولا المغاربه كلهم بصفه عامه انهم يتمتعوا بواحد الثمنه رخيصه ان شاء الله باش انهم يقدروا يتبعوا ان شاء الله رمضان او غير رمضان. رمضان كتكون فيه واحد شويه ولكن حتى الايام اخرى بغينا البيضاويين والمغاربه بصفه عامه انهم يتمشوا في واحد شوف واحد حل منوال انه يكون كل شيء في المتناول ديالو. كنقول لهم رمضان مبارك سعيد. الموظفين ديال مجلس المدينه او داكشي كيخدموا كيعملوا، بالعكس راهما الاداه باش كنحقوا، حنا راه كنشرعوا ولكن الاداه اللي كتحقوا المشاريع هم الموظفين طبيعه الحال والاطر ديال الجامعه الدار البيضاء.